هالأسبوع بالتوب 5 تبدل بالمواقع وتموضع جديد للطلاب بمراكز التميز بالأكاديمية. بالمرتبة الخامسة محمد عباس. محمد بيعرف نقاط قوته فبيحاول إظهارها بالبرايم وبالإيفان، وهالشي بيخليه يتميز أسبوع ورا أسبوع. بالمرتبة الرابعة رافائيل. رافائيل تقدم مرتبة عن الأسبوع الماضي، والهيئة ما في أي حواجز عم بتوقفوا عن التقدم. وقفني عاشق دركي، قال لي شو الاسم البركي، يا ويلي ملا نبكي، اسم نسيته بعينيك. بالمرتبة الثالثة إيهاب. إيهاب حافظ على موقعه هالأسبوع، ما تقدم لكن كمان ما تراجع، وبعده مصر يكون بين الأوائل. تان في أحباب، أحباب كتير كتير كتير، أحباب كتير قبلنا. بالمرتبة الثانية مروان. مروان تراجع مرتبة لكن بعده بين المميزين. يا مروان، كل ما رح تكسر الصمت بصوتك كل ما رح تتقدم أكثر. يا صحبي يا معزبني يا معزبني، يا بركان من الأسرار، يا بركان من الأسرار، يا صمتي. بالمرتبة الأولى أنيس. أنيس مثال الحيوية والنشاط، على المسرح بيعطي بكل طاقته، وما فيك ما تصدق إنه صاحب موهبة كبيرة. لأول مرة خمس شباب بيحتلوا المراتب الأولى: محمد عباس، رافائيل، إيهاب، مروان وأنيس. مبروك إلكن شباب، وعقبال البقية.